التخاطر. التخاطر هو انتقال الأفكار من شخص إلى آخر دون استخدام الحواس الخمس المادية ودون وسيط مادي باستثناء العقل. تقنية إرسال رسالة تخاطرياً. الاسترخاء بجو يسوده الهدوء والقيام بتمارين التنفس الطاقي وإغماض العينين لكي لا يتشتت التفكير، ثم ممارسة التأمل لتهدئة العقل. يفضل ارتداء ملابس واسعة والجلوس بطريقة مريحة مع الحرص على تصفية العقل من الأفكار غير المرغوب فيها، وذلك عن طريق تخيلها تذهب مع الهواء المطلق مع الزفير. تخيل متلقي الرسالة بوضوح قدر الإمكان. تخيل هذا الشخص واقفاً أو جالساً أمامك مباشرة، ثم اطلع على تفاصيله مثل لون عينيه ووزنه وطوله وشعره، رائحته، صوته، وطريقة جلوسه أو وقوفه. تخيل أنك تمسك إبهام يد المتلقي وأخبره بكلمات قصيرة وواضحة ومفهومة مع إرسال المشاعر المتعلقة بتلك الكلمات. بعدها انظر إليه وكأن صورته تبتعد إلى أن يختفي. عند الانتهاء من عملية التخاطر افتح عينيك. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم.